هذا خطاف رفاعي. خطاف رفاعي عبارة عن مخلوق أبيض ضخم يشبه شراع سفينة، وعادة ما يرى في البحر وفي المدن الساحلية، وتعني المواجهة مع خطاف رفاعي الموت المؤكد، لأنه يعتبر أقل خطرا على الأرض. اعتاد البحارة رواية ذلك أنه من أساطير لأنها تقيم على حذر من غدر البحر. بعد ظهيرة أحد الأيام كان هناك رجل يجول في بعض الطرق، وفجأة أظلمت السماء وتحول لونها إلى رمادي، وعندما نظر الرجل إلى الأعلى وجد خطاف رفاعي يحوم حول رأسه فجرى مسرعا. وفي كل مرة يعتقد فيها أنه نجا يظهر خطاف رفاعي مرة أخرى إلى أن اختفى تماما بعد صلاة الفجر. وجراء ذلك أرخى الرجل تماما، واضطر إلى المكوث في الفراش عدة أيام حتى يتعافى. هذا هو هذه الناس في البحر غرقانة، وهذا هو خطاف رفاعي. خطاف رفاعي.